10 سارة. انخفاض كبير في أسعار العمرة لنصف الثمن. فيديو. قال باسم السيسي عضو اتحاد الغرف السياحية إنه اعتبارا من أكتوبر القادم سيتم السماح لشركات السياحة تنظيم رحلات العمرة، مؤكدا أن ضوابط وزارة السياحة تمثل رمانة الميزان في مسألة الأسعار. ولفت باسم السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء إلى أنه إذا كان عدد المعتمرين قليل ترتفع الأسعار، مضيفا أن تحديد أعداد المعتمرين مسألة تتعلق بمصر لا علاقة للمملكة العربية السعودية بها. وتابع أن العمرة الاقتصادية في رمضان الماضي بلغت 50,000 جنيها بسبب أن عدد المعتمرين كان محدودا وصل 20,000 معتمرا. وشدد على ضرورة يكون عدد المعتمرين 300,000 معتمر كحد أدنى لكي تنخفض الأسعار، والتي من الممكن أن تصل إلى 20,000 جنيها بالنسبة للعمرة الاقتصادية، مؤكدا أن وزارة السياحة المنوطة بتحديد أعداد المعتمرين وفقا لضوابط ستضعها الأسبوع المقبل. العدد اللي هيقرر سفره للعمرة عدد في نظرة وحالة عدد ضئيل، تأكد ان هيكون اسعار مرتفعة. لان مين اللي هيحدد العدد؟ المفروض ان المفروض ما يبقاش عدد، وان العدد يبقى متاح لكل طلب المعتمرين المصريين. لو احنا بنتكلم في قواعد وصول عمل، وصول ان العمرة دي شعيرة دينية و نوع من الاحتياجات يعني الأولية. تقصد لو المملكة ما حددتش المملكة عدد يا فندم مش بتحدد هذه الأعداد، التحديث هنا داخلي من داخل مصر. تمام. لو صدر القرار بتخفيض أو تحديد أعداد أو نظرة، تأكد أن هتكون أسعار مرتفعة وهيكون عباءة على المعتمدين. سببين. أول، قال إن حالة النظرة تلقائي بتولي السعر. ثانيا، تكلفة بتبقى عالية جدا جدا نتيجة النظرة في الأعداد، وده شفنا النموذج ده السنة اللي فاتت والأسعار كانت مرتفعة وكانت زيادة جدا على المعتمرين. كانت بكام السنة اللي فاتت يا أستاذ؟ خلينا نقول العمرة اللي كانت الاقتصادية في شهر رمضان وصلت ل 50,000 جنيه. ياه. والله الاقتصادية في رمضان اللي فات؟ في رمضان اللي فات. ما شاء الله، وناس كتيرة طلعت؟ ما هو كان عدد محدود، كان كل من مصر 20,000، فبالتالي كان كل في عدد محدود. ففي مزايده على السعر، وفي تكلفه عاليه جدا من الشركات، في تكلفه كمان عاليه نتيجه ان انت شركه ثامنه كانت بتشتغل عشان تنظم 15 معتمد، فتكلفتها الراسماليه تبقى عاليه.